وكعادتنا دايما بنبدا معاكم بتذكره لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها عقد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع تابع فيه ابرز محاور تطوير منظومه التقاضي على مستوى الجمهوريه وتطورات العمل بمدينه العداله بالعاصمه الاداريه، واللي هتسهم في تسهيل اجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفه العمل بالمنظومه القضائيه من خلال عناصر الرقمنه وتحديث الادوات التقنيه. سياده الرئيس ايضا امبارح اطلع على جهود الدولة الخاصة بتطوير منظومة الشهر العقاري، وخصوصا التحديث المستمر لوحدات إصدار المحررات عن بعد في وزارة العدل، واللي أصبحت بالفعل قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى زي شهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطوير مقر وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع السيد الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة العاصمة الإدارية والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية. كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، خاصة التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة. تناول الاجتماع أيضا جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة بما يضمن تحسنا نوعيا ملموسا في منظومة التقاضي المصرية، كما أثنى سيادته على جهود إصدار المحررات عن بعد ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بما ييسر على المصريين بالخارج، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطنين اليومية مع المنظومة القضائية بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم. امبارح تلقى ايضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس بن سعيد، تناول هذا الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين. اكد الزعيمان خلال هذا الاتصال حرصهما على العمل المشترك من اجل تطوير العلاقات. وخلال الاتصال استعرض سيادة الرئيس الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، كمان جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي بيواصل سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة. هذه المؤتمرات بيتم تنظيمها تحت عنوان انزل شارك مصر الأهم. خلينا نتابع مع حضراتكم فعاليات المؤتمر اللي عقد في محافظة كفر الشيخ ونرجع على طول.
زي ما تعودنا من التحالف الوطني على عمله المستمر في تنمية الوطن، النهاردة بيجوب محافظات مصر عشان يحكي حكاية الوطن، ومحافظة كفر الشيخ من أهم محطات التحالف الوطني ولقاءاته الجماهيرية لعرض أهم إنجازات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال سنوات صعبة كان التحالف جزء مهم من نجاحها. ده واحد من ضمن اللقاءات اللي بيعملها على مستوى الجمهورية لدعوة المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي اللي هو إن شاء الله يوم 10 أو 11 أو 12، ويدعو الناخبين في جمهورية مصر العربية لرد جميل وتأييد السيد عبد الفتاح السيسي المرشح رئيس الجمهورية، وده من أجل الاستقرار، من أجل التنمية. النهاردة احتفالية في حب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا كان البعض يعتبره مرشح للرئاسة أو هو الرئيس الحالي فهو زعيمنا وهو قائد المسيرة، داعمين لسيادته، مقدرين جهود سيادته، مقدرين تضحية سيادته من أجل هذا الوطن والحفاظ عليه والحفاظ على مقدراته، وطبعا بنشكره على كم الإنجازات اللي تمت منذ أن تولى المسؤولية على كل المستويات. ثقة أهالي كفر الشيخ في الرئيس السيسي والتحالف الوطني وإنجازاته بالمحافظة وقراها كان الدافع الرئيسي لحضورهم وتأكيدهم على النزول في الانتخابات المقبلة ودعم القيادة السياسية لاستكمال مشوار التنمية. كل احتفالية بتحاول تدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الانتخابات بحب الحقيقة اللي موجود لفخامة الرئيس عند الشعب الكفراوي كله. بقول لهم بداية قوية إن شاء الله للتحالف في حب مصر. يوم رد الجميل لسيادة الرئيس وقال لي حاجة تتعمل، ويعني من شعب كفر الشيخ وجمهورية مصر العربية كلها، وكلنا هنا على قلب رجل واحد، ومصر كلها على قلب رجل واحد، الرجل الذي نقل مصر نقلة لا كنت أتوقعها. التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الشاملة كلها إنجازات اتقدمت لأهالينا في كفر الشيخ ومحافظات مصر، ولأن الجمهورية الجديدة هدف كبير بنسعى لتحقيقه بيستمر التحالف الوطني في عقد اللقاءات الشعبية لعرض مكاسب السنوات اللي فاتت والسعي لاستكمال المشوار وتحقيق رؤية مصر 2030. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم أيضا مؤتمر جماهيري حشد في محافظة الإسماعيلية من أجل دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. خلينا نشوف. في مشهد بيعكس وعي الشعب المصري، انطلق مؤتمر حكاية وطن للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمرة دي بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور عدد كبير من أهلينا في محافظة الإسماعيلية بمختلف فئات المجتمع. يوم جميل جدا، كلنا سعداء، أنا كنت بدعي الناس بحب وفرحة، لأن ما ينفعش غير الرئيس يكمل بينا. اشتغلنا على ندوات في كافة أنحاء المناطق الإسماعيلية والقرى والمراكز، الندوات مستمر، يعني كل يوم في ندوة بنتكلم عن دعم السيد رئيس الجمهورية، بنتكلم عن إنجازات السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة. المؤتمر شهد حضور أكثر من 1000 مواطن لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في لفتة تمثل رد الجميل لما شهدته المحافظة من إنجازات غير مسبوقة على مدار السنين اللي فاتت، وفي نفس الوقت من أجل استكمال سلسلة الإنجازات. كل يوم إسماعيلية بتبعت رسالة بتقول إن شعب الإسماعيلية وراك في فخامة الرئيس، وإحنا كلنا بنؤيدك، وإن شاء الله يوم 10 و11 و12 أهل الإسماعيلية كلهم هيبقوا أمام السنة دي وهيظهروا بشكل مشرف. ده كله الدعم وتأييد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته، وإحنا وراه إن شاء الله، لأن إحنا شايفين دعمه للقضايا الفلسطينية والشعب المصري كله كان مبسوط. ده يوم رد الوفاء لسيادة الرئيس اللي تحمل الأمانة وتحمل في وقت صعب جدا جدا جدا، في وقت كانت الدولة فيه في خطر، والنهاردة احنا ده نعتبره يوم رد الوفاء، رد الجميل، شكرا على المشاريع اللي اتعملت في اسماعيلية هنا تحديدا، لان انا من محافظة اسماعيلية واهمها قناة السويس الجديدة اللي فتحت افاق كبيرة جدا. مؤتمر الاسماعيلية بيجي ضمن سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظات الجمهورية
واللي بتتناول الحديث عن الإنجازات اللي بتتم بالمحافظة واللي بتقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.